الحمار شفو عليك الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الحمار بلاتي بلاتي الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الظالم الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق اسخن على امك يدك مسدوده صوري هكا تصوري صوري صوري السلام عليكم، انا رشيده بالحسني، كنسكن في زنقه 3 والدار 3 بلاد الرئيسي. المشكل اللي رباط، المشكل اللي وقع لنا مع مرات الوالد، جات لقاتنا حنا صغارين، الوالده ديالي كانت عيانه، المهم خرجتنا من القرايه بقينا كنخدموا كنجيبوا لها الفلوس، ولادها قراتهم. منين ما تبات طلعت لنا بواحد العقد شراكه، قالت انا راه دايره في 92، انا اللي بنيت لباك، انا شريكه معاه، باك ما عندوش، ورغم باك كان في طاليان وكان في العسكر وحنا كنخدموا نجيبوا ليها. طلعت لنا بعقد شراكه، قالت انا راه بنيت لباكم، الدار التحتانيه والفوقانيه راه ديالي، الفوقانيه راه ديالي هي والسطح. مشات دارت 12 شاهد باش يشهدوا على الحضانه ديال بنتها، رداتهم الاحصاء المطروك بان على الدار، ربما تخلى غير الدار التحتانيه ما خلاش الدار الفوقانيه. ناضوا هذوك الشهود داروا تصريح بالشرف بانهم ما شهدوش لا على بنتها، شهدوا لا على الدار، ما شهدوش لا على الحضانه، شهدوا لا على الدار. وهذا اللي شريكه في التزوير شاهد زور وشاري من عندها دار تحتانيه، الشهود شهدوا على الحضانه بنتها وهي ردات الاحصاء المطروك. كاينين الشهود اللي رجعوا على الشهاده ديالهم، قالوا احنا شهدنا لك على الحضانه بنتك، ما شهدناش على الدار، شنو خلى المرحوم. واني واحد من الشهود اللي هو جا دابا اليوم كيدير لنا الافراغ، هو اللي ما تراجعش على الشهاده، بقى معاها شاهد زور وشاري من عندها الدار تحتانيه. والدار الفوقانيه بقينا كندعوا معاها عليها، حنا وياها في دعوه، شويه دخلت لنا هو في نفس الدعوه بلا صيفه، دخلت لنا هو في نفس الدعوه، ولا هو اللي كيفرغنا، ما بقاتش هي اللي كتجي تفرغنا، ولا هو اللي كيفرغنا. وبالعقد الشراكه حنا خرجنا المنفذ المحلف من طرف المحكمه، مشى للسجلات ما لقى حتى حاجه مسجله، ما كاين حتى شي حاجه، وحنا عندنا ورقه كتهضر هي بالاقوال ديالها وبصمه عليها بالبصمه في الكوميساريه، كتقول لك الملحقه ابي رقراق، وحنا مشينا لملحقه ابي رقراق، هما الاوراق جايبينهم شهاده اداريه وغير مسجل محلف، ما كايناش حاجه في ملحقه ابي رقراق. دابا هذا المشكل هذا راه طول علينا بزاف، حنا كيتمرات عندنا العنف، حنا ولادنا والصغار والكبار ما بقينا تنديروا حتى حاجه، تنديروا المحامي ما تيبقى يدير لنا والو، كيقول لك لا هذه لا ما هذه لا هذه، ولينا حنا كنديروا المحامي وكنمشيو نطلعوا راسنا للشكايات، الشكايات فين هي تجلات؟ فين هاد الشكايات تجلات؟ عينا بشكايات النيابه العامه السلطه القضائيه، ما خلينا فين درنا الشكايات؟ لا بيجي الاستئناف، حنا مقابلين على الشكايات وطلعوا الهبوط، ما بقينا مقابلين حتى شي حاجه، حنا راه اكثر من 13 عام وحنا في هاد الافراغات هذه، والارض تاع المخزن، والارض تاع المخزن ماشي حتى ديال شي واحد، الارض ديال الحسن الثاني الله يرحمه. وما عرفناش حنايا شكون غيعطينا حقنا، ما عرفناش حنا واش طيح الروح غيشدوا لنا حقنا. اليوم جاوا مع البوليس والمنفذ، البوليس بقاو الفوق هما والمنفذ، هو جا هجم علينا وكيتحلف علينا وقال لك والله اليوم والله شي واحد اللي خرج اليوم اللي خرج يموت، حتى واحد ما غيخرج، كيتهدد علينا وكيتحلف علينا وكيضرب بالحجر. البوليس ما هضروش، بقاو الفوق، هو جايب البوليس ويبقى هو الفوق. دابا اليوم جا كيتهدد علينا وكيتحلف علينا، كيقول لك داري، باش انت دارك؟ واش انت عندك تزوير؟ حنا حاطين الشكايه، الله حاطه الشكايه، حطيتها للوكيل، حكيتها لرئيس المحكمه الابتدائيه، ودايره شكايه في النيابه العامه ومستانفين، ودرت شكايه من الابتدائيه لا بيجي باش يديروا معاهم البحث، دفعوها وما عيطوش عليا. ملي مشيت كنسول على الشكايه كيقولوا لي ما كايناش تجلات، واش حنا نبقاو غير نديروا في الشكايات ونطلعوا نهبطوا
وبحال اللي كنكبوا الماء في الرمله، ما كاينه حتى شي حاجه. حنا دابا شي نهار غادي يطيح الروح عاد غادي يعطيونا حقنا، حنا بغينا حقنا دابا. حنا دراري صغار كيتعنفوا دابا الامتحانات والفروض. حنا اليوم ولادي ما خرجوش، انا اليوم عندهم فروض ما خرجوش، وجاي جايب لنا عصابه وتيتهجموا علينا في الباب وقدام البوليس. البوليس بقاو واقفين بعادين، حتى جايب البوليس وبقى اللور بعيد الفوق، وخلي البوليس هما اللي غيهضروا معانا، غيهضروا معانا بالقانون. حتى حنا غنهضروا معاهم بالقانون، حتى حنا عندنا اوراقنا قانونيين. الا عندهم شي حق يفرغونا، ما عندهمش الحق وعارفين التزوير يمشيو بحالهم. علينا راه هما مشاو بحالاتهم، حنا راه ماشي على الافراغ، راه اكثر من 13 عام وحنا في هذه الافراغات. كون عندهم شي ورقه قانونيه راه ما يخليوناش حنا ساكنين في الارض تاع المخزن، وزايدون عندهم غير التزوير في التزوير في التزوير. ومرات تبع عندها ولادها في البوليس وعندها الفلوس وعندها اربعه القرايم، حنا اللي خدمنا عليها وخدمنا على ولادها، ما قال فيها الخير لا هي لا ولادها، ما خلات حتى با مسكين ينعس في قبره مرتاح. وحنا دابا كنوجهوا نداء لسيدنا الله ينصره والسي الحموشي، وهذا الشيء راه بزاف علينا، هذا الشيء راه بزاف علينا، هذا الشيء بزاف علينا. حنا شي نهار غادي يطيح الروح في الدار. انا ولادي قبيله بغا يطلعوا ليا من السطح، بغا ينتحروا، شحال مرات يحاولوا ينتحروا. عيينا بهذا الشيء، عيينا. حنا بغينا حقنا، ولا غادي طيح الروح في طيح الروح، غادي يولي طايح اكثر من نايض، عاد غيشدوا لينا حقنا. حنا التزوير راه هو شي كيت ما تيوريونا حتى شي كيه شنو داروا فيها، ما تيديروا لنا شي جلسه، ما تيديروا لنا شي مواجهه. دابا حنا انا نهار الاربعاء حطيت شكايه لايقاف التنفيذ لرئيس المحكمه الابتدائيه، وكنقول له ها انا راه دايرين شكايه للوكيل العام بالتزوير، يعني باقي ما باقي في الدراسه. الشكايه اللي دارنا في لابيجي من الابتدائيه لابيجي باقا في الدراسه، ودابا ما عرفناش حنايا الشكايه باقا في الدراسه، وكيجيبوا لنا الافراغ، كيجي عندنا المنفذ والبوليس صافي، وهو كيتهجموا تهجم علينا. حنا ما عرفناش، حنا ما بقيناش عارفين حنايا دابا هذا القانون. حنا المحامي اللي كنديرو ما كيخدمش لينا. درنا بزاف د المحامين، شي سته. دابا راه انا دايره محامي وحطيت ايقاف التنفيذ نهار الاربعاء على راسي. ما عرفناش حنايا، ما كيديروا لنا جلسه، ما كيديروا لنا مواجهه، يديروا لنا مواجهه حنا وهاد الناس هادو. الا عندهم شي ورقه صحيحه يجبدوها، وحنا الا عندنا شي ورقه صحيحه نجبدوها، يديروا لنا جلسات يواجهونا مع هاد الناس هادو. ماشي حنا كنديروا في الشكايات يحفظوهم لينا، حيت هما عندهم السلطه والنفوذ وعندهم الفلوس، ولكن حنا راه عندنا الله. وهذا الشيء راه طول بزاف، حنا عيينا، حنا يديروا معنا شي حل. وكنطلب حتى من المواطنين كلهم المغاربه اللي برا اللي داخل المغرب وخارج المغرب يوقفوا معنا ويديروا لنا شي حل. هذا الشيء راه بزاف علينا، يتضامنوا معنا عباد الله، الناس بغيناهم يتضامنوا معنا. هذا راه منكر هذا. الا فرغونا غير الا قتلونا عاد غيفرغونا، حيت حقنا هذا وما غاديش الا فرغونا غير الا خرجونا ميتين. حنا متشبتين بوراقنا صحاحين، وهما عندهم التزوير وكيمارسوا علينا العنف، كيجيبوا لنا المنفذ والدائره، كيجيبوا لنا البوليس سنين وما كيمارسوا علينا العنف والضغط، ولادنا صغارين. ولكن حنا ما غنخرجوش دارنا هذه غير الا خرجونا ميتين. هادشي اللي كاين. واليوم راه جاك البوليس، جاب البوليس وجاب المنفذ، ما هضروش معانا، بقاو بعادين، ما وصلوش كاع لعندنا، باقي ما هضروش معانا. جا هو كيتهدد علينا وكيعير كيضرب بالحجر. حنا ما عرفناش هادشي هذا، ما فهمنا حتى شي حاجه حنايا كاع، ما فهمناش حنايا دابا. حنا واقيلا ما نبقاو نمشيو نديرو لا شكايه لا للرئيس لا للوكيل العام، درنا للسلطه، درنا للنيابه العامه، درنا للسيناف، درنا ما خلينا حتى شكايه، عندنا شوانط ديال الشكايات. وحنا اللي حطيناها تحفظ، يديروا لنا مواجهه. حنا الابتدائيه ما عطاتناش حقنا، ديما مضيعنا في حقنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حنا نضلوا نهار كله حنايا واقفين البوليس علينا، كل مره واقفين لنا البوليس والمنفذ، البوليس والمنفذ. اللهم هذا منكر، وعاش الملك، الله ينصر سيدنا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.